مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من قناتي قناة نرمين الماجد. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على إعجابكم ورضاكم، وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ. النهاردة بقى هعمل لكم الفخدة بطريقة جديدة جدا وحلوة جدا وسهلة جدا، والفخدة هتبقى معاكم طرية قوي قوي ولذيذة وجوسي وحلوة. وعايزة اقول لكم التتبيلة اللي انتوا هتعرفوها النهاردة تقدروا كمان تتبلوا بيها اي قطعة لحم وتشوها، واحلى حاجة في الطريقة دي ان هي بتبقى سريعة جدا وحلوة قوي قوي. تقدروا زي ما قلت لكم تستخدموا الفخدة الضاني، وتقدروا تستخدموا الفخدة الماعز، وتقدروا تستخدموا اللحمة العادية، بس انا النهاردة عاملاها بالفخدة الضاني، هتبقى حلوة جدا. وكمان عاملة لكم معاها الخضار ده زي كده زي حاجة اسمها الدولمة العراقية. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت بقى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر، وتفعلوا الجرس جنبها على كلمة الكل عشان يوصلكم كل الإشعارات اللي بقدمها. ما تنسوش بقى شير ولايك للفيديو لو عجبكم، ويلا دلوقتي حالا نشوف ازاي هنعمل أحلى فخدة لذيذة جدا جدا جدا. أولا هتشتروا بقى الفخدة من عند الجزار، تقدروا تستخدموا أي نوع، يعني مثلا ضاني ماعز براحتكم خالص، وتقدروا كمان تستخدموا مع الفخدة قطع من اللحم الماعز أو اللحم الضاني، بيبقى حلو جدا على فكرة في الشوي، لأنه بيبقى فيه نسبة دهون حلوة كده لما بتسيح في الشوي، بتبقى تدي طعم جميل جدا للمشويات. غير بقى اللحم التاني اللي هو لحم الجاموس والبقر، بيبقى إلى حد ما في الشوي مش لذيذ زي لحم الماعز. ودي التتبيلة بتاعتنا، انا مستخدمة هنا بقدونس وشبت، وزي ما انتم شايفين كده ليمون وتوم، وعندي بقى البهارات بتاعتي ملح وفلفل، وعندي توم باودر وبصل باودر، وعندي توم عندي بصل وعندي طماطم. ويلا نشوف دلوقتي هنعمل التتبيلة بتاعتنا ازاي. تقدروا بقى تستخدموا بديل الطماطم، تقدروا تستخدموا الصلصة، وتقدروا تستخدموا الطماطم. انا هنا مستخدمة طماطم مفرزة، وهسيب لكم لينك تفريز الطماطم زي ما هي تقعد معاكي سنة كاملة، هتلاقوها في صندوق الوصف. ودلوقتي هنجيب بقى صينية وهنتبل فيها الفخدة بتاعتنا، وهنشوف هنعملها ازاي. بجيب بقى الفخدة وبواقي حتت اللحم اللي انا هتبلها مع الفخدة او هشويها معاها، هجيب السكينة بسن السكينة كده هعمل فتحات صغيرة في قلب الفخدة، وهبدأ ان انا ادخل فيها فصوص الثوم. الحركة دي حلوة جدا، لان اولا بتخلي الفصوص بتخلي الثوم النكهة بتاعته تدخل جوه الفخده، وفي نفس الوقت بتديها سوى وحاجه جميله جدا. تقدروا كمان تستخدموا زي ما انا مستخدمه هنا الزعفران، بيبقى حلو قوي قوي. تقدروا كمان تستخدموا الزعتر، بيبقى جميل جدا جدا جدا. وبعد كده بقى بتخلطوا الخلطه اللي احنا عملناها بقى التوابل كلها، وبتنزلوها على الفخده بالطريقه اللي انتوا شايفينها، اللي هي طماطم والبقدونس والشبت، وزي ما انتوا وريتكم اول الفيديو البصل والتوابل كلها بنفرمها في الخلاط، والثوم والليمون كله بنفرمه في الخلاط وبننزله على الفخده بالطريقه دي، وبنسيبها من 2 لـ3 ساعات بس كده، يعني على قبل ما احنا نشويها. ونشوف دلوقتي هنشويها ازاي. الطريقة المعتادة ان احنا بندخلها جوه الفرن، بس الطريقة دي بتخلي الفخدة تبقى معاكم شدة جدا جدا. الطريقة اللي هنعملها النهاردة بتخلي الفخدة عمرها ما تشد، بالعكس هتبقى حلوة جدا جدا. هجيب بقى صينية تيفال او جريلا او اي حاجة انتوا تكون عندكم في البيت، وهبدأ ان انا بمنتهى البساطة كده اني انا هحط فيها حتة من الزبدة او السمنة، ودلوقتي هروح مشوحة فيها الفخدة على الناحيتين. الحركه دي اول حاجه بتحبس السوائل جوه الفخده، فتخليها ما تطلعش في الشوي، فبالتالي اللحم بتاع الفخده ما يبقاش ناشف وشادد. والحركه التانية ان هي بتديها لون جميل ورائع كده وذهبي وحلو. غير بقى ان السمنه او الزبده عامه بتعمل على طراوه انسجه اللحوم كلها، يعني مش بس الفخده. بتقلبوها طبعا على الناحيتين علشان تاخد اللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده على الناحيتين، ده اللي بيخليها تبقى حلوة جدا جدا وجميلة قوي قوي قوي. بعد كده هنشوف هنعمل ايه. التتبيلة اللي احنا شفناها دي ما نرميهاش، لان احنا هنكمل بيها الفيديو وهقول لكم هنعمل بيها ايه. زي ما قلت لكم اي نوع لحمه تحبوا تستخدموا في الوصفه دي مفيش مشكله خالص خالص، هتبداوا تطلعوها بالطريقه اللي انتوا شايفينها، وهنكمل بقى الوصفه بتاعتنا. بعد ما شوحنا اللحم على الناحيتين او الفخذ على الناحيتين بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، بجيب بقى صينيه بايركس عندي او صينيه عاديه،
وببدأ ان انا اظبط كده وهشوف هعملها بطريقة ورقة اللحمة دي احلى طريقة نسوي بيها. بصوا بس اهم حاجة لما تيجوا تسووا ما تسووش في الفويل او العناخر، لازم الفويل وتبطنوا الفويل بورقة زبدة. ليه بقى؟ لان ان انتوا تسيبوا الفويل بس يحتك بالغذاء او بالمشويات عامة دي حاجة خطر ومش صحية. ورقة الزبدة بتبقى صحية. بجيب بقى معاها زي ما انتوا شايفين كده كوسة متقطعة، وعندي بتنجان رفيع، وبطاطس كده بسيبها بصحتها كده، ممكن بطاطس متقشر وكمان بطاطس مش متقشر، وعندي جزر، كل الخضار، فلفل، كل الخضار اللي عندي في التلاجة. تقدروا كمان مش بس تضيفوا الخضار كده، تقدروا تحشوا الخضار يعني تعملوه زي محشي وتضيفوه معاها، وتقدروا تحطوا الخضار كده. انا بقى عشان عاملاها بطريقة دايت كده الى حد ما خفيفة يعني ولايت، فانا مش حابة ان يبقى فيها رز كتير او حاجات زي كده. وبعد كده بسقيها بباقي التتبيله بالطريقه اللي انتوا شايفينها، وبعد كده بحكم عليها الغلق كويس جدا جدا علشان مش عايزاها ابدا يخرج منها لا بخار ولا هوا ولا ميه ولا اي حاجه، وادخلها بقى على الشوايه بتاعه الفرن واسيبها بقى تستوي على راحتها خالص. تكون في الوقت ده مجهزه بقى طبق الرز البسمتي الخطير اللي انتوا شايفينه مع طبق السلطه. ودلوقتي بقى نفتح عليها ونشوف بقى الوهم بقى الجمال كله جوه الفخدة الحلوة دي. طبعا الأكلة سهلة وبسيطة جدا وفي منتهى الجمال وروعة. عايزة أقول لكم هتلاقوا الأنسجة بتاعتها دايبة خالص زي الزبدة بالظبط، والخضار بتاعها مستوي وجميل جدا جدا، والصوص بقى اللي نازل من تحت ده بيبقى وهمي وهمي بجد. بصراحة تعجبكم جدا جدا. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى لايك للوصفة، وانتسابكم في القناة طبعا واشتراككم يشرفني، شير ولايك للفيديو لو عجبكم، ما تنسوش بس اهم حاجة اللايكات وكومنتاتكم الجميلة اللي بتشجعني. تعالوا دلوقتي نشوف بقى الوصفة بتاعتنا او الاكلة بتاعتنا بعد ما فتحناها، ونشوف بقى جواها في ايه. شايفين بقى المنظر حلو جدا جدا، وهنبدأ ان احنا نطلعها. شايفين بقى طلع منها البخار من كل حتة، لان طبعا ورق الزبدة وورق الفويل مخليها بقى ايه محتفظة بالبخار بتاعها وبالهواء بتاعها والسخونة بتاعتها. شايفين بقى اللحمة دابت خالص خالص وفصلت عن بعضها، فصلت حتى عن العظم، والخضار بصوا مستوي جدا جدا. وزي ما قلت لكم التتبيلة بقى خدت من الخضار، وطبعا تقدروا تقدموها زي ما قلت لكم مع رز بسمتي او رز ابيض او رز اصفر او رز مبهر، او تقدروا تاكلوها بعيش وطحينة مفيش مشكلة. وطبعا زي ما انتوا شايفين كل الخضار بقى حلو زي المشوي كده، اكله كده زي المشويات ولذيذه وجميله جدا جدا. ما تنسوش جنبها طبق السلطه علشان بقى ضميرنا ما يأنبناش في الكوليسترول العالي والدهون الكتيره. كده بقى الاكله بتاعتنا خلصت زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش تتابعوا بقى الوصفات المشويات اللي انا عاملاها في القناه، هسيب لكم كل اللينكات في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل، عشان كل ما انزل وصفه جديدة ان شاء الله ينزل لكم الاشعار بيها. كل ما حطش لايك لايك كده جوه الفيديو، كومنت يشجعني. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير قريب.